اكيد كان يدك. بصوا يا جماعه بالنسبه للاندوكراين احنا عندنا اللي هو العينات بتاعتنا بتبقى بيتوتري جلاند، بتبقى ثايرويد جلاند، بتبقى سوبر رينال جلاند. البنكرياس مش همسك لك بنكرياس، اذا كنت هتسيله في البنكرياس هيبقى هيستولوجي على الايلاند اوف لانجر هانز في الجزء الخلفي منه. اما في الاناتومي هيبقى الثلاث عينات بتوعنا اذا جه حاجه منهم هتبقى حاجه من ثلاثه، يا بيتوتري والبوتوتري مش همسكها، اوريها لكم بالشكلين اللي بيجوا فيه. اما ان تيجي لكم سكال زي دي حط علامه على الفصه اللي هو البيتوتري فصه، تركزوا معايا في الاسئله اللي انا بقولها، اقول اسئله كتير في وسط الاسئله دي حاجات بتيجي. يعني ما هنطقش كلمه الا ما الكيس الفاطن فيكم يركز فيها كويس. الفصه اللي انتوا شايفينها دي شايفينها ولا لا؟ لا ده الخضر اللي كيف مش شايف؟ ايه شوف ابن الحلال، ابن الحلال شوف حيوان. شايفها يا ابن الحلال ولا لا؟ اذا جات لك حاجه زي كده تقول عليها ايه؟ ايه دي؟ ايدنتيفاي الاكس ولا الواي بتوتري فص. انا في الاول بس اعمل شويه تفاصيل انتوا عارفين. بتوتري فص. معايا؟ فور بتوتري جلاند. اذا جات بالشكل ده انا ما بكلمش، ما يجيش واحد هنا يقول لي بتوتري جلاند، في هنا بتوتري جلاند؟ لا. بتوتري فصه فور بتوتري جلاند، هايبوفيزيا الفصه فور بتوتري جلاند، فور هايبوفيزيا. طيب اذا جات لي حاجه زي دي، انتوا خدتوا حاجه في الايد من هناك؟ في البلوك ده؟ خدتوا برين ولا حاجه ولا معرفش؟ خدتوا نوز ولا لاركس ولا فارنكس؟ فلما يجي لك قطاع زي كده يبقى كده هيجي عشان ايه؟ حاجه من اثنين، يا اما البتوتري يا اما هيعدلها لك من هنا اذا كانت فيها ثيرويد. صح ولا لا؟ ده اللي انتوا خدتوه في النك في المنطقه في الهيد والنك. فاذا جاب في المنطقه دي وحط لك علامه في المكان ده بالظبط، دي البيتوتري جلاند. قطاع في البرين او عند البيز اوف ذا برين وحاطط لي فيه علامه او دبوس زي ده. اذا هنا لما اشوفها في السكال يبقى بيتوتري فص، لما اشوفها هنا تبقى ايه؟ بيتوتري جلاند. ايه بقى اللي هيجي لي لو جات لي بيتوتري جلاند؟ ما تيجي مكاني. الشقك بالبتاع ده في الفونتانيلا بتاعتي. ممكن يجي البلاد سبلاي طبعا. الهايبوفيزيال ارترس، لكن الاسئله اللي بتيجي عليها الاتي. سايد ريليشن اوف ذيس جلاند او ذيس ستراكشر. السايد ريليشنز اللي هي مين؟ الكافيرنس ساينس. سايد ريليشن. انفيريور ريليشن. انترو سوبيريور ريليشن. بوستيريور ريليشن. طبعا انتوا قاعدين ما حدش فاهم حاجه. في فيكم ناس فاهمة حاجة؟ ايوه. قولوا بقى معايا. انفيريور ريليشن هتبقى مين؟ مين؟ لا بلاش تتكلموا احسن. انفيريور ريليشن اللي هي السفينويدال اير سيل او سفينويدال اير ساينس. بوستيريور ريليشن دورسام سيل. انتيريور او انترو سوبيريور ريليشن اوبتيك جروف اور اوبتيك كيازما. سايد ريليشن كافيرنس ساينس. دي طريقة أسئلة. نوع تاني من الأسئلة. ايدنتيفاي او منشن ارتريز ريليتد تو ذا سايد اوف ذيس ستراكشر. ارتريز ريليتد او كرينيال نيرفس ريليتد. طبعا الارتريز اللي موجود في الكافيرنس ساينس هو الانترنال كاروتيد ارتري. الكرينيال نيرفس اللي ريليتد اللي هي موجوده في الكافيرنس ساينس اللي هم الثالث والرابع والسادس والاوفسالميك بتاع الخامس تاني. يبقى لو قال لك ايه اللي جنبها كافيرنس ساينس، قال لك اذكر لي الكرينيال نيرفس اللي ريليتد ليها، ممكن تقول الاوبتيك كيازما الاوبتيك نيرف، ما ده اوبتيك نيرف مش ريليتد. انما ممكن يقول لك اذكر الكرينيال نيرفس اللي على السايد ريليشن او اللي موجوده في الكافيرنس ساينس او الكرينيال نيرفس الريليتد، تكتب كده الثالث والرابع والسادس. معايا؟ مش هطلب اكتر من كده. اللي عايز يكتب منكم الاوفسالميك ديفيجن بتاع الخامس اهلا وسهلا. دي الاسئله زائد البلاد سبلاي اللي هو الهايبوفيزيال ارتس. الفينس درينج بتاعتها على الكافيرنس ساينس. دي الاسئله بتاعت مين؟ البيتوتري جلاند. نخش على اللي بعدها اللي هي الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند اما انكم تجي لكم في موديل بلاستيك زي ده او تجي لكم في حاجه زي ده. سهلة مش عايزة يعني مجهود دي، أنا صعبة دي. أو لو أنا اللي حطيت الامتحان هجيب لكم عينة بلاستينيتد هيد ونك. ها؟ صح. فين؟ مش موجودة فيها سيروت.
بس في عندنا عينات بلاستينيتد هتلاقوا النك وانا بأشير الى حاجه موجوده هنا. واضح كلامي ولا او دي تي؟ انا بدور على دي او دي، بتكلم على دي. اما اتكلم على دي هقول ثايرويد لوب، اما اتكلم هنا هقول اسمس. طب لو اسمس هقول لك مال التراكيه الرينجز ريليتد 2 3 4 2 معايا ولا لا؟ تراكيه الرينجز ريليتد مين الفيزلز ريليتد ثايرويد لوب. اسئلتها ايه؟ سوبرفيشال ريليشن، بوستيريور ريليشن، ميديال ريليشن. سوبرفيشال ريليشن الماسلز اللي هي الاسترومستويد والانفرهايد ماسل. طريقه ثانيه في السؤال ماسلز ريليتد، سؤال شكل ثاني من السؤال سوبرفيشال ماسكولار ريليشن. كل ده معناها السوبرفيشال ريليشن اللي هي مقصود بها مين؟ استرنوماستويد، وتكتب انفراهايود ماسل عشان ما حدش يكتب. طب ممكن اقول لك اذكر ماسلز 2 3 ماسلز ريليتد تو الحاجه اللي انت قلت عليها ثايرويد لو. انا اللي اقول لك اذكر 2 ماسل 3 ماسل، تكتب لي استرنوماستويد استرنو ثايرويد استرنو هايويد اللي هم الانفراهايود. اختار لك منهم 2 او 3 لو جم، يبقى استرنوماستويد استرنو ثايرويد استرنو هايويد. سؤال ثاني يجي اذكر البلاس سبلاين فيها سوبيرو ثايرويد ارتري ومنين جاي؟ سوبيرو ثايرويد ارتري انفيرو ثايرويد ارتري ثايرويد القيمه اللي جاي من الاورطه من تحت. السوبيرور ثايرويد والميدل ثايرويد جايين منين؟ جايين منين؟ الاثنين جايين من الاكسترا كاروتيد. السوبير والانفيريور من السب كليفن. لو قال لك الفينس درينج، ركزوا في الاسئله اللي بقول اذكر الفينس درينج للاستراكشر ده، هتقول له ثلاثه فين؟ سوبيرو ثايرويد فين؟ ميدل ثايرويد فين؟ انفيرو ثايرويد فين؟ رايحين لمين؟ رايحين للجاجلر وتحت مين؟ سؤال ثالث اذكر نيرفس ريليتد تو ذيس استراكشر. مين النيرفس اللي ريليتد ليها؟ ومين النيرفس اللي معرضه للانجري وانت بتعمل ثايرويدكتومي فيها؟ الريكارنت لارنجيال نيرف، وفي واحد ثاني اسمه ايه؟ اكسترنال لارنجيال اوف ذا سوبيريور لارنجيال. واضح؟ اذكر النيرفس والارتريز اللي ريليتد للجلان دي، السوبيريور ثايرويد ارتري تذكره ومعاه الاكسترنال لارنجيال نيرف والانفيرو ثايرويد ارتري ومعاه الريكارنت لارنجيال نيرف. مش دول الارتريز اللي احنا بنربطهم وبنقول لك خلي بالك وانت بتربطهم لا اما تعمل انجري للنيرفز دي؟ واضح ولا مش واضح؟ دي اسئله الثايرويد جلان. اول ثاني انها تيجي الاسمس او يجي اللوب. اذا جه الاسمس هيقول لك مين التراكيه الرينجز ريليتد له. اذا جه الاسمس وقال لك اذكر الفاسكولار ريليشن اللي انا ما قلتهاش، الاسمس بيبقى فوقيها انستموزس وتحتها انستموزس. الانستموزس اللي فيها بين انستموزس بين السوبيريو ثايرويد والانفيرو ثايرويد برانشات منهم. الانفيرو انستموزس بيبقى ما بين الانفيرو ثايرويد ارتري والانفيرو ثايرويد ارتري بيبقى انستموزس بينهم. واضح؟ انما لما اسال على الثايرويد لوب الاتي اذكر، انا ذكرت حاجه واحده منهم بس، اذكر السوبرفيشال ريليشن، اذكر الماسلز ريليتد للسوبرفيشال سيرفيس او الانتيريور سيرفيس بتاعها، اذكر اسماء 2 او 3 ماسل وده ذكرناها. دي شكل الاسئله اللي بتيجي. واضح كلامي ولا لا؟ كلهم معناهم واحد، اما انك تكتب استرنوماستويد وانفراهايود ماسل او انك تكتب اسماء عضلات، يبقى تكتب استرنوماستويد استرنوهايويد استرنوثايرويد. ده الانتيريور او السوبرفيشال ريليشن. طب مين البوستيريور ريليشن الاستراكشرز اللي انت قلت عليها؟ كاروتيد شيز باللي فيها، اكتب بقى كاروتيد شيز، اكتب كومن كاروتيد ارتري، اكسن كاروتيد ارتري، تر كاروتيد ارتري، الفيجاس اللي جواهم، السيمباثيتك تشين من وراهم، الباراثايرويد، السوبيريو باراثايرويد، الانفيرو باراثايرويد، ده البوستيريور ريليشن اللي انت عايز تاخد منه 2 او 3 ده في الاوسبي. واضح كلامي ولا لا؟ ميديال ريليشن، الميديال ريليشن معروفه، حاجه بتخلص وحاجه بتبتدي وحاجه بتخلص وحاجه بتبتدي. مين الحاجه اللي بتخلص؟ اللارنكس وبتبدا التراكيه. مين الحاجه الثانيه؟ الفارنكس وبدا الاسوفيجاس. وبينهم الريكارنت لارنجيال نير، يبقى حاجه بتخلص وحاجه بتبتدي وحاجه بتخلص وحاجه بتبتدي، والاثنين على الميديال ريليشن. يبقى الميديال ريليشن للثايرويد لوب اللي هيبقى مين؟ نهايه اللارنكس وبدايه التراكيه، او نهايه الفارنكس وبدايه الاسوفيجاس، وبينهما الريكارنت لارنجيال نير. دي اسئله الثايرويد جلان. السوبرارينال جلان، ودي حاجه عبيطه لما تيجي في امتحان اجيب دي واحط لك علامه دي، ايه يعني؟ فانا ما بسالش عشان تعرفني ايه دي، ما انا عارف كلكم عارفين دي سوبرارينال جلان. المقصود باسئلتنا السؤال الثاني او الثالث اللي عليه سؤال النظر يعني، فدي ممكن اجيب ممكن اجيب. طيب سوبرا رينال جلان رايت ولا ليفت؟ المهمه جدا عشان السؤال الثاني هيرتبط بمعرفتك انت عرفتها رايت ولا ليفت ازاي. دي على سبيل المثال سوبرا رينال دي رايت ولا ليفت؟
معايا؟ اعرفوه حتى من شكل الكدني او من الكدني نفسها. الكدني بتترتب ازاي؟ بتتحط ازاي؟ الفين بيبقى فين بالنسبه للكدني والارت بيبقى فين؟ اليوريتر ده اليوريتر اهو ده اليوريتر. اليوريتر دايما بيبقى في الخلف صح ولا لا؟ لو الكلام عليا انا دلوقتي احطها كده عليا ولا اقلب اليوريتر يبقى في الخلف؟ احط اليوريتر بقى في الخلف. والهايلاند بتاع الكدني يلوكس ميديالي ولا اعدلها كده؟ فاهمين كلام ولا لا؟ الحاجتين مع بعض، الحاجتين مع بعض اللي هم ايه؟ اليوريتر يبقى في الخلف والهايلاند ميديالي. ما انا ممكن اخلي اليوريتر في الخلف واليوريتر هنا برضه في الخلف. واضح كلام ولا لا؟ انما لازم تبقى الايه؟ الارتري الهايلاند بتاع الكدني ميديالي. فكده هتمشي ولا كده غلط؟ اعدلها الناحيه الثانيه. فانت داخل في امتحان امسكها وبص عليها، اليوريتر بقى في الخلف والهايلاند ميديال، دي اللي هي الرايت سوبرارينا. عرفت انها صار رايت سوبرارينا ليفت سوبرارينا مهم قوي عشان دي اللي عليها الدرجه، مش سوبرارينا يا فرحه قلبي يا اخويا. طب انا عارف ان سوبرارينا زيرو رايت او ليفت، ما ده اللي انا عايزك تعرف. السؤال الثاني اللي عليه بلاد سبلاي فينوس درينج ريليشن، ريليشن اذا كانت السوبرارينا، عشان اقولها بطريقه سهله وما نقعدش نحفظ كتير، دي الرايت ودي الليفت عندي. واضح؟ الليفت اللي عليها استومك لسر ساك، مش ده اللي عليها؟ مش هي جزء من الاستومك بيد؟ ما تعرفوش استومك بيد، لكن هي قدامها استومك لسر ساك. الكدني اللي في اليمين، في اليمين انا عندي ايه في اليمين؟ عندي ليفت وانفيريور فينا كيف. يبقى لو جات لك دي وقال لك انتيريور ريليشن تقول له رايت لوب ليفر اللي هو الاساسي، الرايت لوب مش الليفت لوب اللي في الشمال، رايت لوب. واضح كلام ولا لا؟ رايت لوب ليفر انفيريور فينا كيف. ولو جات لك الشمال تقول لي استومك وليسر ساك. اذا جه في دي قال لك الميديال ريليشن زي نفس الميديال ريليشن، اذا قال لك البوستيريور ريليشن زي البوستيريور ريليشن. الميديال ريليشن سيليا جانجل، الميديال ريليشن سيليا جانجل. معايا ولا لا؟ او سيليا ترانك سيليا جانجل او سيليا ترانك. اذا جه بوستيريور ريليشن رايت كراس اوف دايفرام، اذا جه بوستيريور ريليشن ليفت كراس اوف ذا دايفرام. البلاد سبلاي للاثنين السوبيريور سوبرارينال ميدل سوبرارينال انفيرو سوبرارينال. السوبيرو سوبرارينال جاي منين؟ من انفيرو فرينك ارتري. الميدل سوبرارينال جاي منين؟ جاي من الاورطة. انفيرو سوبرارينال جاي منين؟ من الرينا. فينوس درينج، الفينوس درينج اللي طالع منها رايح فين؟ اليمين تروح للفينا كيفا والشمال تروح لمين؟ للرينا. واضح؟ دي اسئله السوبرارينال جلان سهله. ايه الفروق اللي بينهم؟ شكلها هنا ايه وشكلها هنا ايه؟ ممكن واحد يقول لك شكلها دي تريانجولار ودي سيميليون، دي عالية ودي واطية. مش واطية يا باشا، حد يقول له يا واطي، واطية يعني ايه؟ مستوى واطي شوية. على كده الرايت ولا الليفت اللي بتوصل الاكستنشن حقها للهايلم؟ الليفت تكستند داون تو ذا هايلم، بتنزل لما توصل للهايلم، انما الرايت اواي فروم ذا هايلم. الهايلم بتاع مين؟ من الكدني. انما هم كسوبرارينا لهم هايلم، كل واحدة فيها بوابة المدخل بتاع الهايلم بتاع الرايت والهايلاند بتاع الليفت. الهايلاند بتاع الرايت لوكس ابورد والهايلاند بتاع الليفت لوكس داون وورد. وكان الله بالسر عليه كده. الثلاثه جلاند اللي عندنا خلصوا، البيتوتري جلاند والثايرويد جلاند والسوبرارينال جلاند، بالاسئله اللي ممكن تيجي عليهم. اذا جاء اي حاجه مغطيه كل الاسئله اذا جاء في الجزء بتاع الاندوكراينال بارت. اما الجزء بقى اللي هو الميل والفيميل جينيتال سيستم، قبل ما اخش فيه اتكلم عن البلفس. لو جالك وجوني بلفس زي ده، انا ببقى عايز ايه لما اجيب ده في الامتحان؟ برضه انك ما تخشش تقول لي بيلبس، لما انا عارف ان ده بيلبس. ميل ولا فيميل؟ ايدنتيفاي ذا ستراكشر اكس اهو قدامك اهو. انا ببقى طالب منه عشان تكتب لي ميل او فيميل وجنبها كلمه بيلبس. ما بتاخدش درجه على البيلبس، لكن هتاخد درجه على ميل او فيميل. اعرفهم من بعض ازاي؟ انا مش داخل في امتحان والحكايه كلها ثلاث دقائق هقعد زي ما عملت مع عبد الودود اقول له اوزن، وبعدين قاعد يقول لي بص يا دكتور اصل السب بيوك انجل دي اسمها سب بيوك انجل، في الفيميل وايد ولكن في الميل نارو. الكلام ده لو كان البلفس اللي انا معايا ده بلفس حقيقي مطلعه من كاديفر من جثه قدام، اقدر احكم اقول ده ميل ولا فيميل من المنطقه دي. كلام واضح ولا لا؟ انما لما تبقى شركه مصنعه حاطه لي قطعه بلاستيك في المنطقه دي، حطتها مره ضيقه ولا مره واسعه، الانجل دي مش هتيجي بالمسطره زي خلق الله. واضح ولا لا؟ اذا هناك بارامترز ثانيه، قياسات تانية، وانا داخل على العينة اقوم ضربها ميل ولا في ميل من غير ما اوزن ومن غير ما اقعد اقول ده شكلها لا ده مش شكلها. واضح؟
يعني احد الفروق اللي بين الميل والفيميل ان ده هيفي وده ده هيفير وده لايتر. ده هيستدعي ان الاثنين يكونوا قدامك في الامتحان عشان اوزن. ولا انا غلطان؟ لكن لو ده لوحده في الامتحان مش دران اذا كان هو تقيل لكن ممكن تكون فيميل تقيله الله اعلم. انا فاهم عظمها تقيل فمش هعرف. لا يبقى في حاجه ثانيه. طب ابص على السب بيوبيك انجل دي شركه وممكن ده يبقى واسع وضيق مش عارف احكم عليه. طب احكم عليه ازاي؟ بالاتي. بصوا كويس وقبل ما تمشوا من هنا كلكم حطوا البلفيسين دول قدامكم وبصوا على السكرم ده. شايفين ده السكرم ده؟ شايفين السكرم ده؟ شايفينه؟ قولوا انتوا شايفين ايه الفرق اللي بين ده من السكرم ده طولا وعرضا وعمقا؟ والسكرم ده الراعي اللي هنا اعرض ده نطول فيها شويه وبعدين هنخش في الباقي سريع. شوفوا الاول هذا اعرض اللي صار عندنا. نشوفوا الاول الصوره طلعت حلوه. اهم شيء الكاميرا. اهم حاجه انتوا اهم حاجه عندي انتوا انتوا كلكم شايفين. شوفوا الحاجه اللي شايفينها بعينكم الاول. ايه الفرق بين ده وده؟ عندك اللي معك اعرض اعرض واقصر. انتوا اللي قلت السكره الاعرض اللي معك السكره هنا اعرض السكره هنا اسهل. خلينا بالبلدي قاعدين في استراحه احنا. ايوه خلينا كده ما تعقدوها ليش. كشكشها وما تعرضهاش. ده انتوا شايفينه شكله ايه؟ اعرض. انتوا اللي قلت. وده ايه؟ اضيق. ده ايه؟ اقصر. ده ايه؟ اقوى. يبقى ده ميل ودي في ميل. وصلت؟ لا مش اجين. اجين ايه؟ وايه اللي اجين فيه؟ نقول تاني. احنا قاعدين على مصطفى قاعدين في استراحه. شفنا الاثنين دول ده سكرم وده سكرم. ايه الفروق اللي بينهم؟ سيبه هو يقول. هذا وايد لانه لا ما تكررش اللي احنا قلناه. اول حاجه جديده هو كده. طيب ايوه ده كده صح. انا عايزك تقول كده. ده اللي انا شايفه ان ده واسع وده ضيق وده طويل وده قصير. في حاجه تاني بصوا على ده. تحسوا ان السكرم كده وكده يعني عمل كده مره واحده القلبه اللي اتقلبها دي. شايفين المنظر ده؟ شايفين ده؟ ماشي سرح. سرح يعني سيده. معايا؟ واضح ولا لا؟ طيب ده كل اللي بقوله عشان وانا داخل في الاوسبي اعرف ازاي اكل الذبيحه من كتفها. خلاص عرفتها ما ضيعش وقت بقى. وضحت ولا لا؟ انما ممكن احط لك انا سؤال. اذكر 3 ديفرنسز بين البلفس اللي انت قلت عليه ده والاذر 6. وصلت ولا لسه؟ اذكر الفروق 2 او 3 لان الفروق بيننا حوالي 12 فرق ما بين الاثنين. لكن انا مش طالب منكم اكتر من ايه؟ 2 او 3 فرق. ايه ال 2 او 3 ديفرنسز اللي انا ممكن اعتمد عليهم في حاجه زي كده؟ نقولها بقى. هل تعتمد على اللي انا شايفه في العينه ولا اللي انا جايبه من ذاكرتي؟ ايه اللي تقولوه؟ هقول حاجات واللي فيكم عايز ياخد منها 2 3 ياخد. نمره 1 نفس اللي قلناه. السكرم هنا نارو ولون. السكرم هنا برودر وشورتر. مش كده؟ مش في فروق ولا مش فروق؟ ايوه السكرم. البلفيك كافيتي. كافيتي اللي هو من عند المدخل ده اسمه المدخل بتاع البلفس اللي هو الانلت. وده المخرج. من عند الانلت للاوتلت المسافه من الاثنين اذا كان ميل بتبقى عامله كده زي الام فانل شيب. اذا كانت في ميل بتبقى زي الاسطوانه سلندر. وبيبقى في الميل الفانل وطويل البلفيك كافيتي بتاعنا طويل. في الفيميل البلفيك كافيتي ايه؟ شورت قصير. وضحت ولا لا؟ اذا الفروق اللي انا قلتها السكرم هنا شكله ايه والسكرم هنا شكله ايه. البلفيك كافيتي التجويف نفسه. التجويف نفسه هنا سلندر وهنا فانل شيب. هنا بيبقى لونج وهنا بيبقى شورت. واضح ولا مش واضح؟ دي الفروق. ما انا جاي بقى اهو واحده واحده هديك. ارفع كده طالما انت هتضايقني بقى. الانجل دي اسمها ايه؟ سب بيوبيك انجل. في الفيميل واي وفي الميل نارو. صعب نقول الكلمتين دول. الثقب ده اسمه ايه؟ اوبتيوريتور فورامين. الاوبتيوريتور فورامين في الميل شكله ايه وفي الفيميل شكله ايه؟
انا هتلخبط في الامتحان مين كان اوفل ومين كان تريانجولر مين كان اوفل ومين كان تريانجولر لا مش هنبص بقى احنا قلنا هنعمل ايه احنا عرفنا اللي اذا كان جاي من كاديفر هقول لك طلعهم لقدام واضحت ولا لا ايوه الاوبتريتور فورا من هنا شكله ايه وهنا شكله ايه في الفيميل عندها اوفري فهو شكله اوفل شيب انما في الميل بيبقى تريانجولر في الشيب عشان ما اجيش في الامتحان مين يا رب اللي كان تريانجولر ومين اللي كان اوفل واضحت ولا لا اذا شفنا ده وشفنا ده الحاجه الثانيه الارش ده اسمه انفيرير بيبي كريمس انفيرير بيبي كريمس بيبقى ايفرتد في الميل نوت ايفرتد في الفيميل ايفرتد في الميل ليه عشان بيبقى متاتشد فيه الماسلز اوف ذا بيبس عشان كده بيبقى ايفرتد في ايه في الميل نوت ايفرتد في الفيميل الاسكال تيبروزيتيز في الفيميل العكس بقى في الفيميل الاسكال تيبروزيتيز دول بتبقوا لبره ايفرتد عشان توسع البلفيك اوتليت عشان البيرسون كلام انما في الميل نوت ايفرتد معايا اي حاجه من اللي انا قلتها ده مع في فروق تانية مش مهمة إنما أي حاجة من اللي أنا قلتهم اختار منهم ثلاثة واحفظهم واضح ولا مش واضح؟ ده مين؟ ده مين؟ بيبس مين جينيتال سيستم هات يا دي حمد هات يا مالك هلصك قلت لما خلص احنا تأخرنا في حاجة؟ لا ماشيين كويس خلاص نص ساعة وخلاص ميل جينيتال سيستم وانا داخل على عينة واحتمال اتعرض ان اشوف ميل جينيتال سيستم قدامه اسئلته ايه مكونات الميل جينيتال سيستم اللي ممكن انا داخل على عينة اشوفها؟ تيستس احتمال فاز صعب امسكه او ممكن امسكه لكن ممكن امسكه وامسك اللي حواليه اللي هو الاسبرماتيك كورد معايا ولا لا؟ انا لقيته الاسبرماتيك كورد اهو نجيبه ده كله ينكد عليك ابو دوت عايز اسمه كل كويس مش مشكله ده ممكن نتكلم عليه ماشي بص يبقى تيست سمونك فاز مونك فينس مونك واسال على البلاد سبلاي الفينس درينج بس واحده واحده تيست سمونك فاز مونك فينس مونك ده الاكسترنال جينيتال اسبرماتيك كور اللي هو جواه الفيز الفاز مونك خش جوه بروستيك مونك معايا ولا لا في حاجه ثانيه واحد هيقول لي ده في حاجه اسمها بالب يوريسرال جلاند وايه في حاجه اسمها سيمينال فيزيكال وفي حاجه اسمها ايجاكيولاتري داكت معايا انا عايز امسك حاجه امسك حاجه عينه اشوف امسك فيها حاجه الكلام ده كله مش هسيبكم فيه هاجي في امتحان الاند بلوك اكزام احط اسئله فيه انا عايز امتحان اوسبي اعمل فيه ايه اللي ممكن اشوفه فيه الاتي اذا جات العينه دي مثلا على سبيل المثال الاستراكشر اللي تحت ده كلكم عارفينه طبعا مش عايز عشان اقول تيستس لكن هي اسمها تيستس صح ولا لا تيجي بقى في عينه زي دي تيجي في عينه زي دي واضح ولا لا تعالى كلكم عارفين تيست واللي فوق ده اسمه ايه تمام نخلصهم الاول التيست لو جات لي تيست ايه الاسئله اللي انا واحتمال وانا داخل وعرفت انها تيست من غير ما اقرا اللي جاي ابقى عارف ان احتمال الاسئله دي تيجي واحد بوردرز اوف ذا تيست ريليشن اوف ذا بوردرز اوف ذا تيست وبالذات البوستيرير بوردر بلاد سبلاي اوف ذا تيست ليمفاتيك درينج اوف ذا تيست كفرنج اوف ذا تيست والكفرنج اوف ذا تيستس ممكن نيجي في السكروتم اللي ما جبناش سيرتها الجلد ده احط عليه علامه من بره سكروتم ولا انا مش سكروتم ده سكروت لايرز اوف ذا سكروتم او لاير بتاع الاستراكشر ده اذا جه في التيستس بوردر ليها اثنين بوردر انتيرو بوردر بوستيرو بوردر اذكر الاستراكشرز اللي ريليتد للبوستيرو بوردر للانتيرو بوردر بتاع مش ريليتد لحاجه اذكر الابيديدمس الابيديدمس وفاز مين اللاترال ومين الميديال؟ الابيديديمس لاترال والفاز ميديال تتكتب كده مين البلاد سبلاي بتاع التستس؟ تستيكولار ارتري من وين جاي؟ من الابدومينال اورتا عند الليفل اوف ال2 اللي بعده مين الكفرنج اوف ذا تستس؟ التيونيكا البوجينا والتيونيكا فاجينالس بالطبقتين بتوعها البرايتال لير والفيسرال لير ده التستس نفسها وهي لسه في الداخل وانت طالع لبره بقى الكفرنج بقى اللي كان عليه ها؟
مين وانت طالع لبرا انترنال سبرماتيك ماسلز وفاشيا وكريماستريك ماسل عندي فاشيا واكسترنال سبرماتيك فاشيا وبعدين هنخش على الكوليس فاشيا وبعدين الدارتوز ماسل وبعدين السكين اللي هي طبقات السكروتم من العكس هتقولي بقى السكروتم لو جه سؤال عليه layers of the scrotum من بره skin دارتوز ماسل كوليس فاشيا اكسترنال سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل عندي فاشيا انترنال سبرماتيك فاشيا تيونيكا فاجينالس برايتال لاير وفيسرال لاير ثم بعد كده التيونيكا ايه الجي واضح اللي الكفرنج بتاعت التستس سواء كان جيت من عند التستس هي نفس الكفرنج او جيت بالنسبه للسؤال بتاع على مين على السكروتم ارجعوا لي بقى على السكروتم احنا قلنا الاسئله بتاعت التستس صح اللي هي مين اسئله التستس بوردرز اوف ذا تستس كفرنج اوف ذا تستس بلاد سبلاي اوف ذا تستس والبوردرز بتاعت التستس ولها علاقه بالحاجتين اللي احنا قلنا عليهم ومين فيهم الميديال ومين فيهم اللاترال ايبيديدمس والفاس البلاد سبلاي قلناه اللي انفاتك درينج بتاعت التستس اللي هي مين بارا اورتيك ليمف نود وزيها زي الاوفر لما يجي الاوفر الليمفاتيك درينج برضه حاجه مين البارا اورتيك ليمف نود السكروتم لو جت اسكروتم بقول اسمها اسكروت الاسئله اللي بتيجي عليها اذكر البلاد سبلاي ليمفاتيك درينج نيرف سبلاي طب دي حاجات كتير بنكتب منها اذكر اثنين او ثلاثه من ارتيريال سبلاي او النيرف سبلاي والليمفاتيك درينج السهل الليمفاتيك درينج طبعا بتاع الاسكروتم الى الجوين الليمف نود صح ولا لا سوبرفيشال جوين الليمف نود مين انما لما اجي على الارتيريال سبلاي بتاعت الاسكروتم سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ديب اكسترنال بيودندال سوبرفيشال بيرونيال اوف ذا انترنال بيودندال كريماستريك ارتري اختار منهم اثنين او ثلاثه اقولهم ثاني سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ديب اكسترنال بيودندال تحفظين الكلام ده ولا لا سوبرفيشال بيرونيال اوف ذا انترنال اياك كريماستريك ارتري اذكر النيرف سبلاي للاستراكشرز اللي انت قلت عليه اسكروتم مين النيرف سبلاي بتاعها؟ ها؟ كويزيا اليون جواين النيرف ونفس الاسم الارتري اللي انا ذكرته اللي كان اسمه سوبرفيشال بيرونيال نيرف والجينيتو برانش سوبرفيشال بيرونيال نيرف اوف ذا بيودندال نيرف نفس الاسم ده انا قلته في الارتري في الارتري قلت ايه؟ سوبرفيشال بيرونيال ارتريز اوف ذا انترنال بيودندال ارتري هنا بقول ايه؟ سوبرفيشال بيرونيال نيرف اوف ذا بيودندال نيرف ودول اثنين حفظناهم والليمفاتيك درينج قلناها ده بالنسبه للسكروتوم بالنسبه لمين للتستس اذا جيت على عينه زي دي انا شايفك كنت بترفع ايدك بس مش هرد ليه مفيش وقت مين اللي رد قال انا مرتب يلا احنا قلنا الاستراكشر ده ممكن يتربط ولا مش ممكن ده او راح فين اللي كان معايا الوقت لا حول ولا قوه الا بالله اهو شايفين العينه دي شايفين الحاجه اللي لونها بيج اللي طالعه دي كده ها بتلف اهي 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 وراح ورا بيه شايفين الحاجه دي ولا لا وفي جنبها حاجه لونها ازرق وحاجه لونها احمر الحاجه اللي طالعه من التستس دي ماليش علاقه بالاحمر والازرق دي الفيزلز والنيرفس بتاعه السبرماتيك كورد لكن ده الفاز فممكن اجي على الفاز واربطه معايا اسمه ايه البلاد سبلاي بتاعه اسمه ايه اسمه الارتري سبلاي من انفير فازايكل جدع من انفير فازايكل يبقى يجي الارتري الفاز البلاد سبلاي اوف ذا فاز الترمينيشن بتاعه الفاز تقول له ان هي على الباك اوف ذا يورينري بلادر يونيون مع تعمل يونيون اللي هو الامبولا وبعد الامبولا بتعمل السيمينال وتعمل الاجاكولات ريداكت طولها 45 سم هو نفسه طول الفيمر بتاعتنا بالمناسبه ما علينا انما ده اسمه الفاز واضح طيب لو مسكت الكتله دي كلها على بعضها كده لفيت عليها كلها مش 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 مش, مش حطيت اشاره فقط على الفاز لا ربطته كله او في دي ربطته كله كده كله ده كل ده ربط ما حدش يقول لي فاز الفاز يجي زي ما اتكلمت عليه هنا السبرماتيك كورد مقطوع مفتوح وانا بشير على واحده جواه انما العينه دي لما تيجي يبقى انا عايز اتكلم على مين السبرماتيك كورد ايه الاسئله لو جت لي على السبرماتيك كورد الكونتينتس والكفر صح انا غلطان الكونتينتس كتير هسالك وهتلاقيني كاتب اذكر اثنين او ثلاثه من الكونتينت
اذكر اثنين او ثلاثة من الكافرن. مين الكونتنتس بتاعت الاسبرماتيك كورد؟ الفاز اللي احنا متكلمين عليه اللي هو كان طوله 45 سم اللي هو كان الارتري بتاعه كان اسمه ارتري تو فاز. يبقى عندك الارت الفاز وعندك الارتري تو فاز وبعدين عندك الارتري المحترم اللي راح للتستس تستيكولار ارتري وعندك البامبيني فورم بلكسس اوف فين وعندك الفيستيج اوف ذا بروسيسس فاجينالس. اختار اللي انت عايزه، اختار اثنين ثلاثة من اللي انا قلتهم دول ومعاك شويه اوتونوميك بلكسس وشويه لينفاتكس معايا. اي حاجه من دول اختارها. اذكر اثنين او ثلاثة كفرنج. مين الكفرنج بتاع الاسبرماتيك كورد؟ نفس الكفرنج اللي احنا قلناه لما كنا بنتكلم عن الاسكروتر اكسترنال اسبرماتيك فاشيا كريماستريك مسل اند فاشيا انترنال اسبرماتيك فاشيا. واضحه دي اسئله اللي بتيجي على الاسبرماتيك كورد. ثلاث حاجات خلصناهم دلوقتي، التستس الاسكروتم الاسبرماتيك كورد. خشنا جوه، هنخش جوه اجيب قطاع. لو جبت قطاع زي ده واحط علامه في حاجه زي دي، دي اليورينري بلادر، صح ولا لا؟ مظبوط. الحاجه اللي لونها احمر اللي تحتها وشكل الترينجولر في الشيب، شايفين ولا لا؟ شوف ها كون لايك اهي زي الكون. دي مين؟ دي مين؟ بروست. ايدنتيفاي ستراكشر اكس بروست. ايه الاسئله اللي بتيجي عليه؟ ريليشن بلاد سبلاي لمفاتيك درينج. امتحان اوسبي الكلام ده. ريليشن اهو الحاجه الرابعه لوبس. نقولهم تاني، واحد ريليشنز، اثنين بلاد سبلاي، ثلاثه لمفاتيك، اربعه لوبس. هي فيها كام لوبس؟ انتيريور لوب صغير جدا، ميديان لوب، تو لاترال لوبس. مين اللي كلينيكالي دايما يحصل له انلارجمنت ويطلع في البرادر ويضغط على الانترنال يوريسرال اوريفيس فيعمل ديفيكالتي في اليورينيشن؟ الميديان لوب. ريليشن انتيريور ريليشن بتاعتها قدامها السيمفيسيس بيوبس، حته صغيره ريليشن صغيره جدا. مين البوستيريور ريليشن للاستراكشرز اللي انت قلت عليه كذا؟ مين امبولا اوف مين ريكتم وبينهم في باوتش، الباوتش اللي بينهم ظاهره؟ لا ده عالي على البلادر، ده في الفيميل هنشوفها هنا عالي، يبقى الريكتم يتقال كلمه ريكتم. وبيتحس البروستيت في البي ار اكزامينشن، لما بندخل 2 انش بنحس البروستيت لانها قدام الريكتم. يبقى بوستيريور ريليشن لها مين؟ الريكتم. معايا ولا لا؟ انفرولاترال ريليشن اللي هم على جانبي التو لاترال لوبس. ايه الحاجتين اللي هنا؟ مين الحاجه اللي هنا؟ ليفيتور انال، وهي بيطلع منها مجموعه فايبر بتمسك في البروستيت وترفعها وتعمل لها سكويز اثناء ايجاكيوليشن. هذه العضله الليفيتور اناي وشويه الفايبر اللي طالعه منها داخله على البروست اسمها الليفيتور بروستاتي، ليفيتور بترفع البروستات. انما يبقى السايد ريليشن بتاعتنا مين؟ ليفيتور اناي. انتيريور ريليشن قلناها سيمفيسيس بيوبس، بوستيريور ريليشن الريكتم، كلام بسيط اهو. الانفرولاترال ريليشن عندنا هنقول الليفيتور اناي. اذكر استراكشر ريليتد للبيس بتاعتها، هي زي القمع زي ما اتفقنا، وهي من فوق القاعده بتاعتها ولا نسيتوا شكلها؟ من فوق كانت عريضه، يبقى البيس بتاعتها ريليتد لمين؟ نك اوف ذا بلادر بيرسد باي بروستاتيك يوريثرا. الابكس بتاعها ريليتد لمين؟ للممبرينوس يوريثرا اللي طلع منها، مش كده؟ يبقى داخلها من فوق اليوريثرا بروستاتيك ويخرج منها ممبرينوس. اذكر البرينيال باوتشز ريليتد ليها. في حاجة في البرينيوم واحنا بنشرح برينيوم، ما اعرفش شرحته لكم ولا مين اللي شرحه لكم ولا هيبقى السنة الجاية ان شاء الله في ال ها؟ ايوه كان في اثنين باوتشز، واحدة كان اسمها ديب برينيال باوتش وسوبرفيشال برينيال باوتش. هي اقرب لمين؟ هي جاية من فوق من العمق، يبقى أول باوتش لها اللي هو مين؟ الديب، وهو جزء من البرينيوم. نقول تاني وكده خلصنا الأسئلة بتاعت البروستيت، اللوبس بتاع البروستيت لسه ما خلصناش، اللوبس بتاع البروستيت، الريليشن بتاعت البروستيت، ناقص الارتيريال سبلاي والليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج بتاعتها اكسترنال اليك ليمف نود. البلاد سبلاي بتاعها الاتي: انفيريور فازيكال ارتري، ميدل ريكتال ارتري. ميدل ريكتال لان الريكتم وراها، ده ملاصق ليها عشان ما حدش يقول جاب منين ميدل ريكتال. نمره ثلاثه انترنال بيودنتال ارتري، لمفاتيك درينج اكسترنال اليك قلنا. دي بالنسبه للبروستيت. بالنسبه ممكن اجي هنا انا كل اللي هساله في البينس هسال على ايه؟ ما اقدرش اسال على الحاجات اللي هي الكوربورات اللي فيه الا لما اخد فيه قطاع سكشن.
لكن ممكن اعمل علامه على البينس واقول لك ايدنتيفاي مش هيهمني لكن اللي يهمني الاسئله اللي عليه الاتي ماسلز ريليتد او اتاتشد للروت للاستراكشر اللي انت شايفه ده اسكيو كافرنوزس ومتصله بمين بالاسكال تيوبروزيتس بالبوس بونجيوزس ومتصله بمين ده بقيت السؤال بالبالب اوف ذا بينس والبرينيال ميمبرين اقول تاني مين الاستراكشر ده بينس مين الماسلز اللي اتاتشد للروت للاستراكشرز ده اسكيو كافرنوزس ماسل بالبوس بونجيوزس ماسل اذكر الاتاتشمنت للاستراكشرز اللي انت ذكرتهم اللي هو البالبوس بونجيوزس والاسكيو كافرنوزس الاسكيو كافرنوزس تكتب جنبها اسكال تيوبروزيتي البالبوس بونجيوزس تكتب جنبها بالب اوف ذا بينس والبرينيال ميمبرين او تكتب البرينيال ميمبرين وضحت السؤال الثاني على البينس ارتيريال سبلاي مين الارتيريال سبلاي بتاع البينس في دورسال ارتري اوف ذا بينس ديب ارتري اوف ذا بينس يوريثرال ارتري ارتري اوف ذا بالب اذكر الفينس درينج للاستراكشر ده وفين وين رايحه مين الاثنين اللي عندنا على الدورسال في اثنين فين سوبرفيشال دورسال فين اوف ذا بينس ديب دورسال فين اوف ذا بينس سوبرفيشال دورسال فين اوف ذا بينس الى بيروح لمين ده امال الديب بيروح لمين ديب دورسال فين اوف ذا بينس ده اللي رايح للبروستاتيك فينس بلكسس السوبرفيشال دورسال فين اوف ذا بينس رايح لمين رايح لمين يا صلاه النبي قشطه من الهبل انا قاعد اتكلم الا ما حد فيكم بيرد عليا رايح لمين السوبرفيشال فين اوف ذا بينس ها رايح الهارت صدق بالله هرشقها في نفوخك هثبت لك صوره ومش هقولها وبكره تجيلي تقول لي السوبرفيشال دورسال فين اوف ذا بينس رايح لمين تيجي بكره اكتبها ان شاء الله ولو ما جيت هجس رقبه تجس واضح ايه تاني ناقص حد يفكرني ايه تاني في الميل جينيتال سيستم ناقص خلاص نقول تاني الاسئله اللي ممكن نجيبها في الاوسبي تيستس سكروتوم فاز سبرماتيك كورد بروست بينز نيجي بقى في الفيميل جينيتال سيستم مين الاسئله اللي انا اهو اجي هنا وهنا اتكلم على الاستراكشر ده والماسلز اللي اتاتش له زي ما قلنا واضح كلامه لا خلي بالكم من اللي جاي ايه دي بروستات شايفين البلادر فوقيها ازاي ها حاجه كده زي البلفس ده جالك وانت شايف انه ميل وشايف اليورينري بلادر وانت شايف علامه في الحاجه اللي تحت كده تبقى ايه انا بس بوريكم الاشكال اللي بنشوفها واضحه دي البروستات ده شكل نيجي بقى تاني بقى لمين للفيميل جينيتال سيستم الفيميل جينيتال سيستم ايه الاسئله اللي ممكن برضو تجيلي او العينات اللي تتحط قدامي وعلى ضوءها هنحط الاسئله اوفري يعني اثنين يوترس فاجينا اكسترنال جينيتاليا برينيا مش كده ولا انا غلطان مظبوط بالنسبه للاوفري نشوف اشكاله اذا جت عينه زي كده يا محلاها وما جمالها خلاص خلصت ما معروفه ولا مش واضح حتى في علامه هنا في ايه مكتوب راح شايفينها ولا لا شايفين الايه دي ما اعرفش ده مين ده كده دلوقتي شايفينها ولا لا واللي لونها احمر دي مين الفيمبريا وبقيه الفالوبيان تيوب امال الصفرة دي مين البلادر واللي راكب كده عليها ده مين ده الفاندس وده البودي وده السيرفكس ولا انا غلطان واضح دي عندك ولا لا ادي الاوفري فالوبيان تيوب ادي اليوترس فاندس بودي سيرفكس ودي البلادر واضح عشان نخلص منهم الاول ايه الاسئله اللي ممكن تجيلي في الاوفري طب نشوف اوفري تاني
نشوف اوفري تاني. نشوف اوفري تاني. دي فيميل اهو. ده قطاع فيميل ولا فيميل؟ فيميل. ها؟ فيميل. جميل. ما لازم تعرف. ده انا في اليوترس اهو. في حاجة جاية على اليوترس سيد الفالوبيان تيوب الاوفر اهو. اللي هو لونه اصفر فاتح ده. شايفها؟ متعب بلاستينيت. ما انا لازم اجيب لك حاجة متعبة. ده الاوفر في البلاستينيت. اوفر. شايفين اليوترس ولا لا؟ شايفينه؟ شايفين اليوترس؟ على فكرة انا ماسكها دي الفالوبيان تيوب اهي. الاوفر اتاتش اللي هي من تحت. شايفينه عندكم ولا لا يا جماعة؟ ده مين؟ ده الاوفري. انت شكلك ما معاك. اهلك هيستلموك من هنا تقريبا كده بص. اوفري. اما هنتكلم على الاوفري عرفنا الاوفري سواء كان جاي لي بلاستينيتد زي دي هيبقى سهل جدا عليكم هتعرفوها. سهل جدا جدا. اه بالمناسبه ايه ده؟ حلو قوي دي. اوعى تجيب جول في امتحان تتلخبطوا فيه. ايه دي؟ بلادر. واحد يكتب يوترس. اوعى. على فكره الاثنين اللي جايين دول اليوريتر اهو. وده الفاز اهو. شايفين الفاز؟ شايفين الفاز ده ولا لا؟ شايفينه؟ ده السيمنا الفيزيكال اهي. بصيت. خلي بالكم يعني ما. والله قريب. مش عايز اقول لكم ده مره حصلت بس عشان ما تضحكوش. الاوفري. الاوفري لو جه ايه الاسئله اللي بتيجي عليه؟ ايدنتيفاي ذا اوفري. اذكر البوردر واللي اتاتشد للبوردر. اذكر البولز واللي اتاتشد للبولز. اذكر الارتيريال سبلاي. اذكر السايد ريليشنز اللي هو الميديا ريليشن واللاتر ريليشن او الريليشن. نقولهم بقى ورا بعض عشان اخلص. الابر بول ريليتد للفيمبريا. والله انا غلطان. مين اللي اتاتشد فيه؟ سسبنسوري ليجامنت. الانفيريور بول اتاتشت فيه اتاتشت فيه اتاتشت فيه اتاتشت فيه اوفيريان ليجمنت. يبقى من فوق سسبنسوري ليجمنت من تحت اوفيريان ليجمنت. له اثنين بوردر انتيريور بوردر اتاتشت ليه ميزوفيريان اللي ماسك في البرود ليجمنت. بوستيريور بوردر فري. ده البوردرز ودي البولز. اثنين بلاد سبلاي اوفيريان من الاورتك عند ال2 برضه. لمفاتك درينج برا اورتك. ريليشن مش هقول كل ريليشن في امتحان اسمي هذكر لك انا وانت تقول لي. اذكر الميديا ريليشن. اذكر لاترال ريليشن. الميديا ريليشن طبعا اللي هي الترمينيشن بتاع الفالوبيان تيوب وهي داخله له. مين اللاترال ريليشن؟ الاوفيريان فوسا والاوبتيوريتور نيرف والاوبتيوريتور فيسز. اذكر السوبيريور ريليشن. ايه الحاجه او ارتري ريليتد للابر اند بتاعته او الابر بوردر بتاعه او ايه الفاسكو الفيزلز اللي ريليتد سوبيريور لو. سوبيريور لو مين الحاجه الفيزلز اللي انتيريور لو. الفيزلز اللي سوبيريور لو اكسترنال ايلياك ارتري. الفيزل اللي انتيريور لو اوبليتريتد المغلق اوبليتريتد امبيليكال ارتري. مين الاستراكشر اللي بوستيريور لو اليوريتر. أقول تاني ولا حفظتوه؟ أقول تاني؟ واسمعوه. موجود. الحاجة اللي بعد كده. بعد الأوفيريان بخش على اليوترس. 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 احنا اليوترس شفناه بس أنا عايز أهنكم بقى في القطاع ده. أهو. هذا اليوترس. ممكن أجي هنا أسألك على الفاندس. شايفين اليوترس كلكم ولا لا الأول؟ بودي. سيرفكس. فاجاي الفاندس بودي سيرفكس فاجاي جماعه اللي هنا فاندس بودي سيرفكس
فاجاينا. فاندس بودي سيرفكس اللي هو الابيض الناصع ده، التيوب دي اللي هي الفاجاينا. فاندس بودي سيرفكس فاجاين. شفتوا هنا يا جماعة ولا بصوا كده المجموعة دي؟ فاندس بودي سيرفكس فاجاين. فاندس بودي سيرفكس فاجاين، ناخدهم واحدة واحدة. الفاندس تيجي فاندس، تيجي فاندس ويقول لك السوبيريور ريليشن بتاعتها مين؟ مين السوبيريور ريليشن بتاع الفاندس؟ مين اللي على الفاندس؟ الانتستين. في حاجه ثانيه عليها من فوق؟ بيريتونيه. من تحت مين اللي تحت الفاندس؟ البلادر. بين في ايه الباوتش اللي بينها وبين، خلي بالكم الاسئله دي، ايه الباوتش اللي بينها وبين البلادر؟ يوتروفازايكال باوتش. مين الليمفاتيك درينج بتاعت الفاندس؟ جدع يا راجل، مين اللي هيبرق اول؟ يا سلام عليك، احب اللي بيطلع من تحت لتحت تديها صح، برافو عليك. الحته دي برا اورتك اللي هي الفانجس. انما البودي هنجيله بقى، البودي لما يجي ايه الاسئله اللي بتيجي على البودي؟ مين البروتينيه الليجمنت اللي اتاتشد له؟ البرود ليجمنت. صح؟ ايه الكونتنت اللي في الاستراكشرز اللي اتاتشد له؟ يعني ايه الحاجات اللي موجوده في البرود ليجمنت؟ فاكرينهم ولا لا؟ اثنين تيوبس اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الفالوبيان تيوب واليوريتر، اثنين ارتري اللي هو الاوفيريان ارتري واليوتراين ارتري، اثنين ليجامنت اللي هم الاوفيريان والراوند ليجامنت، اثنين امبريولوجيكال ريمننت اللي بارا اوفرون والاو اوفرون. واضح؟ طيب اليوترس للبودي اللي انتوا شفتوه لما يجي له يقول لي سايد ريليشن برود ليجامنت، ده شكل ثاني من السؤال، سايد ريليشن برود ليجامنت، مين الاستراكشرز اللي موجوده في السايد ريليشن اللي انت قلتها قلناها؟ مين الانتيريور ريليشن للبودي؟ البلادر، وبينهم برضه اللي هو الباوتش هيتقال تاني زي ما اتقال في الفاندس. مين البوستيريور ريليشن للبودي؟ مين اللي وراه؟ دوغلاس باوتش. لو نزلت لتحت شويه عند السيرفكس مين اللي وراه؟ دوغلاس باوتش. لو نزلنا لغايه اول تلت من الفاجينا من ورا، ما انت نازل كده اليوترس نازل معاك اهو، من فوق دوغلاس، في النص دوغلاس، تحت سيرفكس دوغلاس، لغايه ما نوصل لاول الفاجينا من الخلف، ما هي تيوب واحده برضه دوغلاس. طيب مين اللي ورا الدوغلاس؟ ورا الريكتوم. واضح كده؟ لكن لما اجي على الفاجينا، الفاجينا واقول لك مين الانتيريور ريليشن للفاجينا؟ هتقول الفاجينا من فوق، من فوق بلادر، البلادر لها علاقه بالبيز اوف ذا بلادر معايا، واول اليوريسرا. بقيه الفاجينا مين الانتيريور ريليشن ليها؟ اليوريسرا ماشيه عليها. مين اللي ورا الفاجينا؟ اللي ورا الفاجينا من فوق دوغلاس، في النص ريكتر، من تحت بيرينيال بودي. الاسئله الثانيه اللي على اليوترس، بلاد سبلاي لليوترس يوترين ارتري، ليمفاتيك درينج اوف ذا يوترس، قلنا ان الفاندس بس برا اورتك. طب في ليمفاتيك بقى للبودي، اكسترنال ايليك انترنال ايليك سكرا. واضح؟ الفاجينا قلنا الانتيريور ريليشن، قلنا البوستيريور ريليشن، مين السايد ريليشن للفاجينا؟ ليفيتور انار، مش كده برضه؟ لانها بتعمل كونستريكشن حواليها. طب لو جه على السيرفكس، سيرفكس عرفتوا اللي هي الحته اللي ما بين الفاجينا كتيوب والبودي اللي هي الحته البيضاء اللي هي المنطقه دي، نشوفها تاني. المنطقة دي اليوترس اهو شكل تاني اهو، السيرفكس اللي هي المنطقة دي اللي هي بين فتحة الفاجينا وبين اليوترس اللي هي المنطقة دي اهي، وفين العين اللي كانت معايا اهي، ده السيرفكس. سايد ريليشن اوف سيرفكس باراميتريم يوريتر يوتراين ارت. سايد ريليشن للسيرفكس باراميتريم يوريتر يوتراين ارت. ليجامنت اتاتشد، لا اما السؤال يجي لك على اليوترس او يجي لك على السيرفكس، ما السيرفكس جزء من اليوترس وقال لك اذكر ليجامنت اتاتشد له. في عندنا ليجامنت كتيره جدا اتاتشد لليوترس كيوترس،
معايا زي الانتيريور ليجامنت والبوستيريور ليجامنت اللي هو البيوبوفازايكال ليجامنت اللي من قدام او الليجامنت الخلفي اللي بينه وبين السكرم. لكن عايز احدد نفسي اذا جالي ليجامنت عند منطقه السيرفكس ومسك لي السيرفكس وقال لك الليجامنت بتاع الحاجه دي هتقول له مين؟ اهم ليجامنت ماسك في السيرفكس اللي هو ترانزفير سيرفايكال ليجامنت اللي هو الماكنرودوكس ليجامنت, وفي ليجامنت من قدام اللي هو بيوبو سيرفايكال ليجامنت, وبيوبو واحد من الخلف اللي هو ايه يوترو سيكرال ليجامنت ماسك في السيرفكس بس اسمه يوترو سيكرال ليجامنت. واضح؟ فهمتوا؟ يسأل الليجمنت اللي قدام السيرفك بيبو سيرفايك بس بيبقى بروتونيال فولد, فتمسك انت اثنين ليجمنت الاساسيين لو جالك اكتب الترانزفير سيرفايك الليجمنت واليوترو سيكرال ليجمنت اللي في حته السيرفك. اسأل بقى سؤال. وش هو الليسر دكتور الليسر ساك شباب بس بعد اذنكم الصوت عشان نسمع السؤال ايش يقول. الليسر ساك انت تقول السبرارينا الجلاند اليمين تريم اي الثاني سيميليون قصدي اليسار سيميليون اي في الهايلاند بتاعها لوكس داون وور انما الثاني الهايلاند بتاعها في الريليشن قصدي انا دكتور الريليشن ما قلتش حاجه في الاثنين الا الانتيرو هم اللي كان في فرق صح هو الانتيرو الانتيرو في الرايت كان مين في الرايت ليفر وفيرو فينا كيف انما في الليفت في السمك ولسر ساك وشو هاي ما كنتش هتعرفها للسنه الجايه احفظها كده بس انت وانت صغير مش حفظت جدول الضرب 2 في 2 ب 4 2 في 3 ب 6 حد عارف معناها كنت عارف معناها؟ لا لما كبرت عرفت ان 2 في 3 يعني 2 زائد 2 زائد 2 يبقوا 6 تخيل 2 في 3 وهكذا ماشي ماشي معاك طبعا غيره لا قصد بالله عندك طبعا باقي بس عضلات الحوض ايوه حاجه تاني؟ حاجه تاني غير البرينيوم؟ الكاليبر مش بلاستيك بعدين العينة شايف انت وياك شايف قدامك انا سألت انا قلت لك اعرفه من بعض الكاليبر لازم اسألك عليها لو عينة في ايدي كده بالمناسبة يا جماعة في عندنا هي عينات بلاستينيتد تستس لوحدها وطالع منها فاز تستس كده لوحدها خلي عبد الوضوء يطلعها تستس لوحدها وفي تستس ماسك فيها سبرماتيك كورد يبقوا عارفين خلوهم يطلعوها واضح؟ الجزء اللي هو بسأل عليه زميلكم اللي هو البرينية ماسلز البرينية انا عايز الحوض اللي هو متعب جدا البرينية دي المنطقة البرينية بيبقى وفحة شوية في الفيميل العين اللي في الميل عشان موجود البينس صعب شوية دي اللي هي المنطقة اللي احنا بنسميها اليوروجينيتال ترينجل المنطقة الخلفية اللي اسمها الانال ترينجل مالناش علاقة بيها المنطقة الأمامية اللي انتوا شايفينها دي العضلة اللي في الجنب دي شايفينها ولا لا؟ دي الاسكيو كافرنوكس اسكيو ايه؟ اللي هي بتلف عاملة كونستريكشن حوالين الفاجينا في المنطقة اللي هي في الداخل دي بالبوس بنجيوزس في جلاند ظاهرة هنا اهي جنب الفاجينا خارج طل شايفينها دي؟ البارثولين طيب في الاوسبي بقى سؤالك شوف دكتور ماشي في سؤالك في الاوسبي بارثولين جلاند اللي بتطلع ميوكس ديستشارج ايوه ميوكس ديستشارج اثناء الانتركورس العضله اللي احنا قلناها في الجنب ديت اللي هي كان اسمها ايه اسكيو كافرنوزس والعضله اللي هي تحس كده ان هي على الفاجينا من بره دي اللي هو البالبوس منجيوزس في عضلتين يمكن ظاهرين هم ترانزفيرس برينيال ماسل دي سوبرفيشال في واحده تحتيها بتبقى دي عضلات البرينيوم واضح طيب بالنسبه للبرينيوم اذا كان ده في ميل او اذا كانت جت الميل هتبقى يعني هشيل لكم دي شويه عشان تقدروا تشوفوها الجينيتاليا في الميل اهي هضطر اقلب كده وهتشوف انت العضل ده الاسكلتي بروست اللي اتكلمنا عليه في حاجه لونها احمر اتاتشت الاسكلتي بروست اللي هي دي هذا الكافرنوزس دي الاسكو كافرنوزس ودي البلبوس منجيوزس ودي الترانزفيرس برينيال مسل ركز في دي اسكو كافرنوزس اسكو كافرنوزس بلبوس منجيوزس الحمرا دي الاسكو كافرنوزس ايه بلبوس منجيوزس هم
ترانزفيرسي برينيال ماسلز. شفتهم؟ احنا بنجيبهم ايدنتيفيكيشن بس، او لو عايز اسال على اسكيو كافيرنوزس او البالبس منجيوزس، يا اما اجيبها في عينه زي دي يا اما اسالها فين. انا ذكرتهم فين؟ اقصى عليكم ايوه في التعريف عن البينس، وانا بسال على البلاد سبلاي وعلى الفينس درينج انهو فين اللي تجيب لي رايح فين؟ اسمه ايه الفين اللي انا قلت لك تشوف لي رايح فين؟ اسمه ايه الفين؟ اسمه ايه؟ سوبرفيشال دورسال فين اوف ذا بينس. واضح ولا مش واضح؟ في حد عنده اي سؤال؟ حد يقدر يسالني اي سؤال؟ الله احمد جيب لي قطع صغير. خلينا هذا رايت ولا لفت انت الحين؟ ابي هذه لاني ترى مش مشغله فيديو. هذه رايت شكرا. هذول يور تر باس ديفرنس ايوه سيمينال فيسلز سيمينال فيسكلز بروستيت. طبعا هذه بلادر اوكي هذا بوستيرير رير انتيرير في هذه الثايرويد هذا الاستمس هذا اللوب هذا الكاروتيد كارتليج الثايرويد كارتليج من معنا وش في زود هنا زي ما قلنا اللي هو ال شو اسمه التريكل رينجز. بالنسبة للاستمس هي 2 3 و4 اللوب طبعا يبدأ من الأوبليك لاين اوف في حاجه نسيت اقول لكم عليها البلفس اللي هي الفروق بين المين والفيميل بلفس فاكرينها ولا لا الميل والفيميل والفروق اللي بينهم في حاجه ممكن تيجي برضو هنا يسالك مجرد ليست اذكر العضلات اللي موجوده في الحوض مجرد ليست للعضلات مين العضلات اللي موجوده هنا الخلف عضله اسمها بايريفورمس ان تحت ليفيتور ايناي وكوكسيجيس على الجنبين اوبتيوريتور انترنس واوبتيوريتور فاشي معايا ولا لا دي في الاس بمجرد ليست انا بس نسيت اقول لكم عليها عشان ما حدش يجي يكلمنا اذا مين العضلات اللي عامله البوستيريور وول بتاع البلفس العضله اسمها ايه بايريفور مين العضلات اللي عامله البطانه الجانبيه الاوبتيوريتور انترنس والاوبتيوريتور فاشي والاوبتيوريتور فيزلز مين العضلات اللي عامله الفلور او البلفيك فلور او الارضيه ليفيتور ايناي وكوكسيجيس يلا السلام عليكم شكرا انا نبي الحوض بعد اذنك مصعب عندك بس هذه الثايرويد البلاد سبلاي طبعا سوبيريور انفيريور ثايرويد اما هذا الجبال هذا عليه يسموه السحاب اقصر طالما انه اقصر الكدني من الكدني هذا امين شوف ابي هذه انا واصلب هذه واصلح هذه في 100 صح؟ هذا لو حق ولا بعيد هذا في ميل وهذا طيب ابو ناس اسمعك معلش طيب نفس الكلام تستس هذا طبعا لا تحركه ثبت هذا اللي شوف هذا تستس هذا اللي موجود لا كل هذا اللي يصرف تلقى اللي هو الابليمس الميديال الفاس السيرماتيك كور طبعا الفاس يمتد يروح من ورا هذا البلادر يجي من ورا اوكي يصب هنا يدخل مع السمنة الغسسة والإجاكلات اللي ذاك جوا البروستيت طبعا البينس هذا هذا الجاكلات اللي ذاك هذا البروستيت اليوريترا ممبرين اليوريترا هذا كل ممبرين اليوريترا وكان هذا اليوريترا كيف ميديان هذا ورا اوكي طيب شوف جمال بعد اذنك ممكن القطعة اللي معك شوي انا ما بشيلها ها بكر
لا لا أخذني. كيف تعرف انها رايت ولا لفت؟ بكل بساطة هاي من يكون الميديال، اذا هذه الاغلب انها يمين او يسار. اليوريتر لازم يكون بالسيريلي، اذا هذه يمين. هذا ادرينال جلاند، الادرينا او السوبرارينال جلاند. في الرايت تكون زي ما شايفين اللي هو تريانجولر، في الليفت تكون مش الشكل الهلالي، شو اسمه؟ هذا الميل ولفت اسم دون الخاو، شو سمع طارق؟ طارق سمع بس ما هي لات شيبت. أوكي الهاي من هنا سبيريلي، هنا الهاي من في اللفت يكون ميتيا. المهم بلس الواي سبيري ميدل انفيريور ورالس بلس الفينس رينج اللي هو ادرينال فين. طبعا الرايت يدخل في الانفيريور فين كيفا من الانجل، الليفت يدخل في الرينال فين. طيب تعرف تسجل جوالي هو فون شوف اخر برنامج مفتوح تلقى الريكوردر خلاص مفتوح تبغى تقفله؟ لا موقف، اضغط حمراء وسكة اشياء خلاص. النقطة الخضراء هذه هنا ها تيوتري فصة. لا وين هنا تيوتري فصة؟ هذا بتوتري فصة، في البتوتري جلاند تحت السلة تيرسكا، نفس هذا السلة تيرسكا بس كده هنا بس كل هذه. طيب ايه دينا جلود ذا طبعا هذا الفيميل جنساليا، فيميل جنساليا اصل زي العضلات ما اذكر مره، بس انه من اهم شيء هذه عندك اللي هي بلبوس فنجيوسس وبلبو كيفرنوسس. هذا شو اسمه؟ هذا كيفرنوسس، هذا بلبوس فنجيوسس. مشكلة انت قلت بلبوس اسمه كيفرنوسس. هذا شو اسمه؟ ترانسفيرس برينيال فصه. هذا هنا فصه، هذه هنا فصه. اهم شيء احنا نعرف المكان بس، اهم شيء الحين وبعدين الاسامي ما نحقن عليها لان في بعض القطع الفوكس كان الله بالخير. طيب وش هذه؟ اعطينا حق الميل دي هذا النص الثاني هنا عندس بادي سيرفس. وهذا ايش؟ ما تدري إيه جاتك كده. طيب كيف إيش بنص الثاني؟ هذا بعد ماتيو. إيش بكن أربعة؟ هنا إيش اسمه لوغاري؟ نفسي. شو بقى؟ بس بقى اللي كتر يبان على البلفك. أيوة بس كي. وريني يوم. من ها. مل. لا لا لا. مش كل شوي أحمد. وين الصوتي؟ جيب. ما هو طوب. يعني كيف؟ ليش؟ تعال من خلاص هذا بعدين. خلاص. 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 خ